سوف نتحدث عن هذين القارين وسوف نلاحظ ان كثيرا تجمعهما كثير من الروابط كثير من القواعد تجمعهما رغم ان المشجع خصصا لكل قارين نصوص خاصه في القانون المستعمر. التعرض هو التعرض الذي تواجهه الاحكام الغيابيه. التعرض هو التعرض الذي تواجهه الاحكام الغيابيه. اذا عندما يصدر الحكم غيابيا يجب اذا اراد شخص ان يطعن فيه بالطعن الذي يناسبه هو الطعن بالتعب، فلا يمكن اذن ان نطعن في حكم غيابي بالنقد ولا ان نطعن في حكم غيابي بالاستئناف. الطعن الذي يناسب الاحكام الغيابيه هو طعن التعرض. مصطلح التعرض، هل مصطلح الجدلي كثير ما تصادفونه في القانون في لغه القانون. التعرض اولا نصادفه في مجال المسطره فنميزه عن التعرض بدون نعت عن التعرض الخارج الفصل. يقول هنا التعرض عندما نستعمل التعرض بدون تحديد بدون تخصيص نقصد به التعرض الذي يواجهه ضد الحكم الغيابي. وعندما نضيف اليه وصفا نقول التعرض الخارج عن الخصومه نقصد به التعرض الذي يقدمه او الطعن الذي يقدمه شخص اجنبي على الخصومه اللي صدر فيها حكم اللي تسميه بتعرض او اعتراض الخارج عن الخصومه. كذلك في قانون التحريض سوف يحدثكم استاذ التحريض عن التعرضات على مفاهيم التحريض. هذا المصطلح يتكرر في قانون التحريض. التعرض على مطلب التحريض هو التعرض الذي هو ليس طعنا وانما هو مطلب هو طلب يقدم ضد طالب التحريض وبمقتضاه ينقل الملف الى القضاء. يعني في الدرجه الاولى تنظر للمحكمه في صحه هذه التعرضات. التعرض في مجال التحريض انما ليس طعنا وانما هو طلب مبتدئ. انما هو الاعوام مبتدئه وكما في الامر ان المجتمع جعل تقديمها يكون امام المحقق ليس امام المحكمه الابتدائيه لان ملف التحريض يعرض امام المحقق. فهي دعوى تعرضات هي دعاوى قضائيه. مضمونها ما هو؟ مضمونها هو طلب يقدم الى المحقق لمطالبته بما يدعيه طالب التحريض وادعاء على مطلب من متعلم يدعي انها بالحق مع العقار وطول حيله هو عقاره او ان له حقا عليه او له نصفه او له حق ارتباط عليه او له حق صحيه عليه او له حق من حقوق عليه او غير ذلك. فاذا هو دعوى. كل ما في الامر ان المشجع المغربي جعل الدعوى تقام امام محافظ الملكيه العقاريه الذي يحولها ذلك يقول قال يقول ان تعرضت قدام المحافظ وتحال على المحكمة لتنطلق بذلك المرحلة القضائية للتحقيق والغلط. وكذا يمكن للمشرع أن يجعلها كما يطالب كثيرا أن يجعل طلبة التعرض قدام أمام المحاكم وليس أمام محافظ الملك الأقل. إذا نقول أن التعرض الذي نقصده نحن بدون تحديد هو التعرض كطعن قضائي الذي يقدمه ويمارس ضد الأحكام الغيابية طبعا وصف الحكم الغيابي يتحدد طبقا لقواعد المسطره التي تعرضنا لها والتي حدد فيها المشرع متى يصدر الحكم غيابيا ومتى يصدر حضوريا ومتى يصدر بمثابه الحر. فالطعن التعرض لا يمارس الا على الحكم الغيابي بمعنى ذلك ان الحكم اذا كان حضوريا لا يقبل التعرض. إذا كان بمثابة الحضور لا يقبل التعرض. التعرض لا يوجه إلا ضد حكم صدر بالصورة الغيابية. التشريع المغربي
قال المسطر المدني المغربي حاول بوسائل متعدده سوف نلاحظها، حاول بوسائل متعدده ان يقلل من امكانيه ممارسه التعرض، حيث ان الجنس استعمل عده وسائل ليقلل من فرص ممارسه هذا التعرض الذي هو التعرض لفائده التعريب الاستكلاف، استعرضوا باختصار هذه الوسائل بين نصوص متفرقه في قانون المسطره المدنيه، بعضها تعرفونه والبعض الاخر انكرتم به. اولا الاسلوب الاول الذي استعمله المشرع هو اسلوب المنع الصريح. اي ان المشرع في كثير من النصوص ينص على ان بعض الاحكام لا تقبل التعرض. لا يجوز التعرض رغم قابليتها من حيث طبيعتها لممارسه التعرض، ولكن المشرع استعمل الاسلوب الواضح هو المنع، يقول هذه الاحكام لا تقبل التعرض. مثلا استعجاليه فصل 152، رغم ان كثير من الاحكام الاستعجاليه قد تصدر في غيبه حتى ترى غيره، ونرى لطابع الاستعجال فلا يستدعى دون عليه، لان قانون اصدار استعجاليه الرئيس ليس ملزما باستدعاء خصم، اذا العنف ليس ملزما يعني باستدعاء الخصم، يعني ان الحكم قد اصدر في غيبه محل الخصم، من حيث طبيعته قد يكون قابلا للتعرض عليه القواعد العامه، يكون قابلا للتعرض لانه صدر بشخص غائب لم يكن قد، ولكن المجلس استعمله قال لا يجوز الطعن او تكون الاحكام الاستعجاليه غير قابله للطعن، لان اسلوب نقول اسلوب وهذا نموذج من فهمين ان الاحكام الغيابيه صادرة عن محكمة النقد فيها نص ونستعرف ايضا كل مشجع الاحكام محكمة النقد حتى ولو صدرت غيابيه لا تقبل التعرض، لا تقبل النقد التعرض هنا نموذج ثاني من انواع المنع. قد يخص المشرع طائفة من الاحكام، طائفة معينة من الاحكام بها المنع، يقول مثلا الاحكام الصادرة في المادة العقارية، الاحكام الصادرة في المادة العقارية سواء في قانون التحليل القديم او في قانون التحليل 2011، يمكن المشرع على ان الاحكام الصادرة في المادة العقارية اي جميع الاحكام الصادرة في نزاع ذو طبيعة عقارية، في نزاع عقاري، نزاع حول الأرض، جميع الحقوق العينية العقارية، واستحقاق، وشفعاء، وقسمان، وكل هذه الأحكام تدخل في المادة التي موضوعها هو عقار، تسمى أحكام تسمى أحكام صدرت في المادة العقارية، إذا كل هذه الأحكام تكون غير قابلة للتعرض. إذا عندنا أولا الأسلوب الأول الذي نستعمله هو أسلوب المنع، المنع بالنص من ممارسة هذا التعرض. الأسلوب الثاني أسلوب غير مباشر، أي أن المشرع يحاول بطرق أخرى غير مباشرة منع ممارسة هذا التعرض. طريقة غير مباشرة ما هي هنا؟ هي التقليل من فرص صدور الأحكام الغيابية. من فرص إصدار أحكام غيابية. كيف يقلل المشرع من الاصدار؟ استعمل عده تقنيات بحكم مثابه الحضور. مثلا خلينا نشوف وين مثابه الحضور؟ تكلمنا عن هذه النقطه، قلنا عندما يتعدد الخصوم ويلزم البعض ويحضر البعض الاخر، المشرع فرض على اعاده ما هو الغايه من اعاده الاستدعاء؟ وقع استدعاء مطلوب، ما فائدة من تكرار الاستدعاء؟ فائدته من تكرار الاستدعاء هي حتى لا يصدر حكم غيابي في حق البعض وغياب وحضوري في حق البعض. قال في المرة الثانية عندما يوجه استدعاء ثاني حضر من حضر وغاب من غاب يكون الحكم حضوريا. يكون الحكم ما هي الغاية؟ الغاية هي منع إمكانية التعرض الوسيلة. إذا التقنية الأولى تكرير وتكرار الاستدعاءات. الأسلوب الثالث هو ابتكار، نقول هذا ابتكار قانوني مغربي شيء مغربي، هو إصدار حكم بمثابة الحضور، إصدار حكم بمثابة الحضور، من غير التشريعات ما كاينش هذا المصطلح ديال بمثابة الحضور،
بين لك تشريعات كان غيابي أو حضوري، قد يكون إما غيابيا وإما حضوريا. تشريع المشتري الغربي ابتدر بانتقال مثابة الحضور كعقاب كعقاب للمستدعى المتعمد الغياب، ماشي الغائب، الغائب صدر في حدا يكون غياب في النوع، ولكن من يتعمد الغياب هذا يعاقب بنقيض التسليم ويحكم عليه بمثابة مثابة الحضور. وشو هو المتعمد الغياب؟ هو المتوسط ممانع، هو المتعمد الغياب، يتعمد الغياب يعني عنده إرادة واعية عمدية قصدية أن لا يحضر، بغاية ماذا؟ بغاية استصدار حكم الغياب والتعرض عليه وتطويل أمد النزاع، وتطويل أمد النزاع، فيحكم عليه المشرع، يحكم عليه القاضي، فيكتب عليه المشرع جزاء مخالفا يحكم عليه بمثابة الحضور لمنعه بممارسة طعن التعرض، يعني ما يصدر حكم بمثابة الحضور لطعن التعرض الذي كان يريد ممارسته يكون قد زال وانقضى. يمكن ابتكار تقنية الأحكام بمثابة الحضور كجزاء وكعقاب على الغائبين الممتنعين، الغاية منهم كذلك هو تقليل من صدور الأحكام الغيابية و نتيجة ذلك في النهاية هي التقليل من اسم ممارسة التعرض. التقنية الأخيرة والثالثة هي قاعدة عدم الجمع، قاعدة عدم الجمع تنص عليها بشكل فصل 130 من قانون المستعمل، حينما قال عندما يكون الحكم قابلا للتعرض والاستئناف وجب استئناف، عندما يكون الحكم قابلا للتعرض والاستئناف وجب استئناف. اذا المشرع هنا قال الحكم هنا يقبل الطعنين معا، ولكن المشرع يغلب التعرض النوع الثاني يغلب الاستئناف ويامر باستئناف هذا الحكم عوضا عن التعرض عليه. بالمجمل وبالخلاصه نلاحظ بان المشرع المغربي استعمل تقنيات متعدده للتقليل من فرص إصدار أحكام غيابية للوصول في النهاية إلى التقليل من ممارسة تقليد التعرض. وفي هذا الجانب إن يغلب المشرع الاستئناف على التعرض. السؤال هو لماذا هذا النهج الذي نهجه المشرع المغربي في تغليب تقليل الاستئناف عن تقليد التعرض؟ هناك عدة تفسيرات وعدة تفسيرات تفسر وتفهم هذا التوجه. أولا أن الطعن بالاستئناف كما قلنا وأنت ربما أن الطعن بالاستئناف يوجه إلى محكمة أعلى درجة، محكمة درجة أولى، لأن الطعن بالاستئناف يوجه إلى محكمة الاستئناف، ومحكمة الاستئناف فيها قضاء جماعي دائما، أولا كان في المحكمة الفدائية ازدواجية طارة القضاء فردي وطارة القضاء جماعي، ففي محكمة الاستئناف لا يوجد قضاء فردي، يوجد قضاء جماعي، وبطبيعة الحال لا حاجة إلى التذكير وإلى القول بأن فوائد القضاء الجماعي أشبه وأكثر من فوائد القضاء الفردي، لا يناقشون سنتين قاعدة قاشرية، ثلاثة عقول استئناف واحد، ما كاين قدرته عندنا قاضي واحد هنا وهنا عندنا ثلاثة ديال القضاة بطبيعة الحال أكثرهم يمكن عندهم الإمكانيات يلموا أكثر بظروف النزاع أكثر مما يلموا بها القاضي منفرد، ولذلك رغم أن القضاء الجماعي ربما يتسابق البعض، ولماذا لا يضع المال إذا كان القضاء الجماعي هو الأحسن؟ لماذا يضع المشرع يأخذ بالقضاء الفردي في المحكمة الابتدائية ولا يأخذ بالقضاء الجماعي؟ إمكانية قلة البيت، السبب هو قلة وعدم توفر من المشرع يعرف جميع المعرفة أن القضاء الجماعي أكثر من القضاء الفردي، ولكن المشرع يقول لا يقود بالقضاء الفردي الجماعي في المحكمة الابتدائية لأن القضاة قليل، لأن عدد القضاة في المغرب قليل، وبالتالي لا يمكن أن يعتمد نظام القضاء الجماعي في المحاكم الابتدائية. ننقل
مشروع ولا على تعلم الاستهلاك على تعلم التعرض، لان الحكايه الثانيه من القضاء على الدرجه الاستهلاكيه والدرجه الثانيه فيها فضلات اكثر خبره درايه وفرصه المطروحه في القضاء الجمعي تكون اكثر مما يتوفر للقضاء الفردي الفردي. ثم ان قضاء استئنافي او قضاء الدرجه الثانيه قصه المشرع بتنظيم اشمل فصار مشرع بتنظيم أشمل وبتنظيم أدق لما خصه لتعليم التعارض. إذا رجعنا إلى النصوص المنظمة لتعليم التعارض نجد أنها ثلاثة أو أربعة من النصوص 130 إلى 31 إلى 129 إلى 130 إلى 130 نصوص قليلة خصها المشرع بالمقارنة مع التعليم الاستئنافي اللي بدا من 134 ممكن ينتهي في 144 يبين الأهمية التي يوليها المشرع الاستئناف مقارنة مع التعارض. ثم إن التعلم بالفقهاء يقدمون تبرير آخر، وهذا التبرير ينسجم ليس لا يخص التعارض التعرض وحده وإنما يخص التطعن بإعادة الإمام في الحادثة. الفقهاء يقولون إن عندما يرجع الحكم إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، يعني ما يكون الطعن أي طعن سواء هو بمعنى النموذج الذي عندنا هو التعرض وعندنا إعادة المنع. الطعن بالتعرض يقدم إلى نفس المحكمة إذا كانت المحكمة الابتدائية أصدرت حكما هي توجهوا ماشي توجهوا المحكمة الابتدائية لا توجهوا إلى نفس المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم. وإذا تعلق الأمر بإعادة النظر صادر عن المحكمة نتوجه إلى نفس المحكمة. إذا قد يكون نفس القضاة الذين أصدر الحكم هو الذين ينظرون في هذا الحكم أو حتى ولو كانت هيئة أخرى. ممكن بعضهم يقول عندما يعاد الطعن إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم هناك خيفة هناك خشية من أن يتمسك القضاة بنفس موقفه ولا يغيره، وهذا شعور إنساني عميق لا يملكه إلا من يحذر أولى القضاء. عندما ترفع إلى نفس القاضي نفس القضية لينظر فيها مرة ثانية هو نفسه نادرا ما يغير رأيه، لأنه إن غير رأيه قد يفهم من هذا التغيير أنه لم يكن على صواب المرة الأولى، ولذلك قد يحجم عن تغيير رأيه يرفع أن التغيير هو يكون في اتجاه الصواب. ولذلك يبين علماء الفقه أنه حتى عندما تقتضي الضرورة إرجاع ملف أو قضية إلى نفس المحكمة التي أصدرتها لابد أن تكون مكونة من هيئة أخرى، وأنه يستحسن أن لا يرجع الملف إلى نفس المحكمة، وهذا له رواسب تاريخية بطبيعة الحال مستمدة من تقاليد القانون الفرنسي القديم. إذا نقول باختصار شديد إن المشرع المغربي يغلب التعنى بالاستئناف عن التعنين بالتعرض لأسباب أخرى التي ذكرناها. الآن التعنى بالتعرض قلنا يمارس في المشرع المغربي لدى الأحكام الغيابية، والأحكام الغيابية تصدر إما عن الحاكم الدرجة الأولى أو الحاكم الدرجة الثانية أو عن محكمة النقد. بالنسبة لمحكمة النقد قلنا أنه نص مشروع يمنعه التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة النقد. إذا تبقى الأحكام القابلة للتعرض هي الأحكام الابتدائية الغيابية والأحكام الاستئنافية الغيابية. وبالتالي نقول التعرض إلى التعرض يقدم إما أمام محكمة ابتدائية أو أمام محكمة استئناف. وبالتالي إذا القواعد بينهما مشترك، هناك اختلاف جزئي بسيط فقط يتعلق ب شكون يقدر يتفرج بالمسطرة، ما يترتب عن طبيعة المسطرة، بما أن المسطرة أمام المحكمة الابتدائية مسطرة مزدوجة، تعرضنا إلى غير مزدوجة طارت تكون شفوية وطارت تكون إذا ماذا يترتب عن ذلك؟
إذا ارتبع ذلك أن الطعن في التعرض المقدم أمام المحكمة الفدائية هو بدوره يخضع لهذه يمكن أن يقدم الطعن التعرض إما بمقال كتابي أمام الكتاب وإما أن يقدم بتصريح شفوي كما ينص على ذلك في صفحة 30 من قانون الاستئصال المدني إما يخرج أمام كتبته ويقول له أنا جيت وصريحه بالتعرض لأن تعرض على الحكم أخذ كذا كذا اكتب لي التعرض ديالي واكتب لي بدون التعرض ديالي هذا اسمه تصريح أمام حاكم الاستئناف أمره اكتسابي مختلف النص أمام حاكم الاستئناف أمام حاكم الاستئناف المستطرد دائما اكتسابي إذن إذا رتبوا عن ذلك أن طعن التعرض لابد أن يقدم دائما وأبدا بمقالين بمقالين دور خلاف واحد بين التعرض أمام المحاكم الابتدائية والتعرض أمام محاكم الاستئناف يرتبط باش لماذا؟ بكيفية تسليم التعرض هذا التعرض الابتدائية الزواجية وفي الاستئناف المسترى دائما نافيا الكتابية ماذا يترتب عن تقديم التعرض؟ المشرع المغربي قبل قليل قلت بأن المشرع المغربي لم يخص تعرض التعرض إلا بفصل واحد فصل واحد شو قال فيه؟ قال يترتب عن طعن بالتعرض وقف التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الشريعه يترتب عن ذلك يترتب عن طعن التعرض ماذا؟ وقف التنفيذ اي ان الحكم عندما يكون قابل للتعرض فهذا يوقف التعرض يوقف التنفيذ وهذا ترتيب للقاعده التي ذكرها من ان التصرف الطعن العادي موقفه وبما ان الطعن التعرض طعن عادي اذا يوقف ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي شخص بهذا المشكل ما لم يؤمر بغير ذلك اي ما لم تامر المحكمه التي اصدرت الحكم الغيابي بتنفيذ ذلك الحكم تنفيذ المعجل في هذه الحاله يبغي ان نوقفه خاصنا نمشيو للمسطره الخاصه ديال الايقاف نمشيو للمسطره الخاصه ديال الايقاف لان اثر لان التعرض لا يكون له اثر وقف في هذه الحاله انه استلم باش كما يقول الاستاذ بقوه وصلابه بقوه وصلابه المبررات التي جعلت المشرع يشرع حكمه فيفقد الاثر ديال وقف التنفيذ يفقد اثره الفقه المغربي والغربي كذلك رتب الاثر الثاني على الذي نص عليه المشرع طبعا الاثر الثاني على الطعن التعرض هو يسمي بالاثر الناشر او الاثر الناقل للنزاع وهو من اثار طعن الاستئناف ولكن بما ان يقول بما ان طعن التعرض هو طعن عادي وانه يشبه الاستئناف كطعن عادي ايضا وللطعن الاستئناف هذا الاثر اللي هو الاثر الناشر اذا طعن التعرض له ايضا في دوره هذا الاثر الناشر معنى اثر ناشر، معنى تصدر الاثر ناشر، معنى الرجوع لكن باختصار شديد، نقول الان تصدر الاثر ناشر هو اعاده نشر النزاع امام المحكمه، هو الاثر ناشر، اعاده نشر النزاع، معنى نشر النزاع اي عرض النزاع من جميع جوانبه الماديه والواقعيه والقانونيه. يعني يعرض النزاع كما لو انه يعرض امامها لاول مرة كما لو انه يعرض امامها لاول مرة بمعنى ان المحكمة تستطيع ان تستعمل وسائل التحقيق ما نقولوش راه دارت خبرة ابتدائية اذا ما عندهاش حق ديال خبرة جديدة لا عندها حق بحال المحكمة الزينة ولا المحكمة القرار نفس الشيء نقول ما هذا الشاهد بسم الله وسوف نسمع له في المحكمة الابتدائية لا نسمعوش المحكمة الزينة لا يجوز الاستماع له امام محكمة الدرجة الثانية نقول ان السلطات التي كانت تتمتع بها المحكمة المصدرة للحكم هي نفس السلطات التي تتمتع بها المحكمة التي سوف تعيد النظر في حكمها هذا هو الاثر الناشر وهذا الاثر لا نجده علاش كنقلت في المعلم لاننا لا نجده امام محكمة النقد محكمة النقد نحن بالنقد ليس له كما كما نقلت مع النقد وهذا الشيء كما تنقل على محكمة تنظر في الوقائع النساء امامها اثر النشر تدير خبره ما تديرش الحال ما تسمع شاهد الامر ينتهي امام محكمه الدرجه الثانيه لان التقاضي على الدرجه الثانيه يسمح لنا نديروها مره ثالثه كما تقدم لو التقاضي على ثلاث درجات وهذا لا يسمح به نظم التشريعات اذا نقولوا ان
فإن لفعل التعرض أثران، أثر موقف التدريب وأثر للنزاع، ينشر النزاع أمام محكمة التعرض ويسمح لها بأن تعيد التحقيق في النزاع من جديد. المشرع ارتأى أن يؤكد قاعدة بحقيقة لا تحتاج إلى نص، لا تحتاج إلى نص، إنما هي من مشتملات العقل والمنطق. إنما قال الشخص الذي يحكم عليه إيجابيا للمرة الثانية لا يمكن التعرض. هذه قاعدة ندركها بدون نص. شخص غاب في المرة الأولى، صدر في حكم غيابي، تعرض عليه، ثم يغيب ويصدر عليه حكم غيابي. نعطيه فرصة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة من العبث أمام المستقبل. الشخص الذي يحكم عليه للمرة الغيابية للمرة الثانية هذا لا يمكنه أو لا يسمح له بالتعرض على هذا الحكم الغيابي. هذه يعني اختصار هي قواعد ناقصة لتعريف التعرض. ونكرر ما قلناه بأن هذا التعرض لأن هذا القاعدة هو قليل الممارسة، قليل الممارسة لضرري أن تنقل التضييق الذي استعمله المشرع والمانع الذي استعمله المشرع. ربما السؤال لماذا المشرع استعمل هذا النظام المشرع بأنه لم يتعرف؟ ربما هناك قول يشير إلى أنه ربما المشرع يسير في اتجاه إلغاء هذا القانون الاستقبالي. على كل حال الان مشروع ديال الاستاره الجديد ما فيش الا المشروع المتداول الان معروف النقاش معروف ما فيش فكره عن الغاء حتى لا يزال التعرض وجود وقائم، ولكن بتضييق اضافي ربما في مرحله لاحقه ينتهي المشروع الى الغاء. شو الان تبدو الان الى
وهذا ماشي الشريعة المغربية كما قلت، الشريعة المغربية والشريعة المصرية، ربما في الشريعة الفرنسية كاين شوية ديال الوضوح، أكثر الشريعة الفرنسية أكثر وضوحا من الشريعة المغربية ومن الشريعة الشرقية العربية. لماذا هذا النوع من التعقيد وهذا النوع من التصرف؟ لأن هذا البحث لا يزال محل رؤيتين متعارضتين. معنى رؤيتين أي هناك اتجاهان قانونيان كبير من قانونيان، يعني عند المصطلحين ماشي عند كل قانون، اتجاهان قانونيان كبيران في فهم غاية الطعن المسلمية. ما هي هذه الغاية؟ لماذا وجد هذا الطعن؟ غاية أي طعن من الطعون، نقول ما هي غاية هذا الطعن؟ هناك اتجاه يوصف الآن باتجاه تقليدي، ولا يرى الوجود في كثير من المراجع وكثير من الكتب، يقول بأن الطعن الاستئناف، وهي الرؤية السائدة، أن الطعن الاستئناف غايته إصلاح خطأ ابتدائي، يعني الإصلاح، أن الدور الحكيمة الدرجة الثانية دورها هو إصلاح الأخطاء التي ارتكبها قضاة الدرجة الأولى، إن قضاة الدرجة الثانية كما كررنا وقلنا قضاة أكثر خبرة وأكثر دراية وأكثر معرفة وقضاء جماعي إلى آخره، وبالتالي يعني الدور ديالهم هو إصلاح القضاء الابتدائي. هذه الغاية ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها تنظيم معين للطعن الاستئناف، يترتب عليها قواعد معينة للطعن الاستئناف. حاجة من القواعد مثلا قاعدة عدم تقديم طلبات جديدة للاستئناف. إذا قلنا الغاية ديال النظام ديال غاية الاستئناف هي الإصلاح، إذا خصنا نصلحوا ما فيه عيب ابتدائي، إذا لا يجوز أن نسمح بتقديم طلب جديد لم يعرف أمام محكمة الدرجة الأولى، وبالتالي ليس أن يكون موضوع إصلاح. هذا غير في هذه القاعدة، ولذا فهذه القواعد الأخرى، قاعدة أخرى لا يجوز إدخال الغاية، لا يسمح بتدخل غاية الاستئناف إلى غير ذلك، أنهم لا يكونوا محترمين في المرحلة الثانية. هذا التنظيم الأول. هذا التنظيم ينسجم مع من؟ ينسجم مع الغاية اللي قلنا لأن نظام الطعن الاستئناف هي غاية إصلاح الحكم الابتدائي. التوجه الثاني ماذا يقول؟ يقول لا، لا، هذه الغاية لا تكفي، لا بد من أن يفكر تكون للطعن الاستئناف غاية أخرى. ما هي هذه الغاية الأخرى؟ الإضافة إلى الغاية الأولى، لا يجب إنكار الغاية الأولى هي الإصلاح والتهذيب والمراجعة، ولكن لا بد أن تكون للطعن غاية أخرى. ما هي هذه الغاية الأخرى؟ هي إنهاء النزاع، هي وضع حد للنزاع بين الطرفين. وبالتالي إذا لم الغاية أصبحت مختلفة، لم تعد نفس الغاية، الغاية الأولى كانت هي ضد الإصلاح، الغاية الثانية الآن هي إنهاء، هي أنه عندما يخرجوا من الطرفان من المحكمة يكون النزاع قد انتهى بينهما، تبقى الطعن بالنقد في معالجة الأخطاء ديال القانون. أما على مستوى الواقع وعلى مستوى فهم النزاع وعلى مستوى تحقيق النزاع وعلى مستوى تحرير النزاع، يكون النزاع قد حل بنسبة نهائية، وهذا هو ما يحققه بدأ التقاضي على الرجل. طيب، إذا أخذنا بهذا التوجه الثاني، بهذا المفهوم الثاني اللي هو غاية إنهاء النزاع، القواعد السابقة تصبح غير ملائمة. القواعد ديال عدم تقديم طلبات جديدة وعدم السماح للخصوم للأخر للأغيار بالتدخل بالاستئناف، وعدم السماح بتوجيه استئناف ضد كل الأطراف إلى غير ذلك، هذه القواعد تصبح غير منسجمة مع هذه الغاية الجديدة. هذه الغاية الجديدة تقتضي قواعد أخرى. ما هي القواعد الأخرى التي تقتضيها؟ تقتضي أولا السماح بتقديم أي طلب جديد، تقتضي السماح بإدخال الغاية في الاستئناف، تقتضي السماح بتدخل الغاية لأول مرة في الاستئناف، تقتضي توجيه الاستئنافات ضد الأطراف فيما بينهم، إذا تقتضي تعديل نظام التصدي، تقتضي قواعد أخرى غير
موجودة في النظام القديم. طبعا هذه مجرد فكرة تكون على 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 النظام الطعامي. الآن التشريع المغربي ما موقعه؟ التشريع المغربي موقعه هو موقع وسطي. التشريع المغربي لم يصل إلى درجة التشريع الفرنسي، إلى التطور الذي عرفه القانون الفرنسي، ولكن هو أفضل من القانون المصري والشرق تبعا. القوانين الشرقية يعني بمرتبة متخلفة مع المقارنة مع التشريع المغربي، وفي مرتبة أكثر تخلفا بالمقارنة مع التشريعات مع التشريع مع المسطرة مع المسطرة الفرنسية. كيف يتضح ذلك؟ يتضح من خلال استعراض القواعد التي وضعها المشرع الذي نظام الطعن والاستئناف. وغادي نتكلموا على هذه القواعد، بحال ما غاديش ندخل في التفاصيل ديال نتكلم على الطعن والاستئناف في ساعة، وهو موضوع كبير كما نتكلموا أولا عن القواعد، نتكلموا عن القواعد المنظمة للطعن والاستئناف في التشريع المغربي، غادي نتبنى يعني التوجه الذي أخذ به التشريع المغربي. نبداو أولا من النقاط المقتدرة. ما هي الأحكام القابلة للاستئناف؟ الأحكام القابلة للاستئناف هي الأحكام الابتدائية غيابية الصادرة عن محكمة درجة الأولى. طبعا الوضع الحالي الآن في المسطرة المغربية رغم عدم تصريح المشرع بذلك، المشرع ما قالهاش، هي أن أغلب الأحكام تكون ابتدائية قبل الاستئناف. المشرع ما قالناش هذا، ولكن مقارنة النصوص وفحصها ومقارنة النص بآخر، خلنا نضطر نصل إلى هذه الخلاصة، هي أن أغلب الأحكام التي تصدرها المحاكم المغربية تكون أحكام قابلة الاستئناف. حين كان الخلاف في المرجع الاستئناف، في المرجع جمل تصدر مرجع الاستئناف كان تصدر الجهة التي وجهوا إليها الطعن بالاستئناف. التعديل ديال قانون التنظيم القضائي والمسطرة ديال 2011 شنو عطانا؟ مولودا جديدا سماه الغرفة الاستئنافية بمحاكم ابتدائية. غرفة استئنافية بالمحاكم هذه ما كتكون 2011 ما كاينش فيها، ولا 2011 كاين محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف، كانت الأحكام الابتدائية كلها استئناف ولا كانت محكمة الدرجة الثانية. الآن بعد 2011 أصبحت الأحكام تستأنف إما أمام الغرفة ابتدائية ماشي جرحية، أمام الغرفة استئنافية بالمحكمة الابتدائية، وإما أمام المحكمة تبعا لماذا؟ تبع علاش؟ قيمة النزاع 20 ألف درهم. إذا كانت قيمة النزاع أقل من 20 ألف درهم غرفة الاستئناف غرفة الاستئناف، وإذا كانت فوق من 20 ألف درهم أمام محكمة الاستئناف. هذا هو التعديل الذي جاء في 2011 وهو مرشح للزواج جلبة ديال الغرف. لم تكن جلبة منخفضة على الإطلاق، لم تكن جلبة منخفضة على الإطلاق، لأنه رجعنا لنفس الكلام اللي كنا نقولوه قبيله، الكلام اللي كنا نقولوه قبيله، لأن منح الطعن لنفس المحكمة التي تصدر الحكم هو هذا التجربة البائسة ديالو، هو هذا التجربة ديالو، هو أن حكم يصدر على محكمة ابتدائية ويستعلف لدى نفس المحكمة الابتدائية. خاصنا بينها الغرفة ولا نسميوها القسم ولا نسميوها البيت، ما بغينا نسميوها راها تبقى جزء من المحكمة، من المحكمة الابتدائية. ونفس الوضع كان الزملاء ديالهم هما نفسهم اللي معاهم في المحكمة، والذين سيقولوا نفس الاستئناف هذه موالفة بحال إلا جابوني شي ورقة ديال شي أستاذ نصححها، أستاذ صحح وعطاني نقطة ويجيبوها لي أنا عاود نصححها، هذا الإحراج فيه الحرج. لا نفس الشيء بالنسبة للقضاة في البيت يسلمون في نفس المحكمة والزملاء ديالهم يسدوا روحهم ونعطيو للزملاء الآخرين يقولوا لهم ما رأيكم في هذا الحكم.
لروح الحكمة اللي جعلت هذا المسلم يجعل الطعون من حكماء إلى أخرى وننسى أمام نفسي وأمام نفس إذا طلع الأحكام القابلة للاستئناف هي الأحكام التي تصدر بالصفة الكريمة ونقطة واحدة بس نكررها ونقول أعود هي أن أوصاف الأحكام أوصاف الأحكام من اختصاص المشكلة كيفما كان الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها إن لم يكن هو الوصف الصحيح لا يعتد به لا الوصف مشرع ولد إنما تيسر الحكم ريالية وما تيسر حضورية وما تيسر ابتدائية وما تيسر وما يكون قبل يفعل ولا يكون قبل ولا تسر القاضي لأنه إلى تركنا إلى تركنا للقاضي السلطة قلنا له أنت ميزانك عيد ميزانك وشوف أنت على قاندك من تبغي ديرو الحكم ابتدائي ديرو ابتدائي ومن تبغي ديرو انتهائي ديرو انتهائي شنو غادي يدير هذا القاضي؟ فكان غير انتهائي انتهائي ماهوش علاش؟ باش كل واحد ما يراقبلو الحكم تمنع الكل من أي واحد معتمدا من مراقبته من مراقبه حكمه لهذا ان المشرع قال لنا راه الاوصاف ديال الاحكام من سلطه المشرع وليس من سلطه القاضي قد واحد النقطه في الاحكام نقولها الاحكام التمهيديه احكام تمهيديه كل ما عندها الاحكام التمهيديه اللي قلنا الاحكام طلب خبره الحكم التمهيدي شنو هو؟ قبل الفصل في الموضوع قبل الفصل الأحكام التمهيدية هي نوع من الأحكام قد تصدر قد ماشي دائما قد تلجا إلى الحكم وقد لا تلجا ماشي الحكم تلجا دائما إلى إصدارها هناك قضايا لا تقتضي إصدارها التمهيدي لا تقتضي واضحة وفيها الموضوع حتى ما تقتضي لا استماع الخبرة ولا الخبرة ولا استماع الشهود لا تكون واضحة وهناك قضايا تقتضي ذلك الا بد من تعيين اصدار حكم تمهيدي بتعيين خبير او باستدعاء شاهد او بالمعاينه وغير ذلك من الاحكام. هل هي الاحكام التمهيديه مش اختصاصها بنص؟ بس جواب قال المستعمل شنو قال فيها؟ قال فيها الاحكام التمهيديه لا يجوز استئنافها الا بحكم واحد مع الحكم الفاصل لا يجوز استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الجور معنى شو معنى القاعدة؟ معناها أن المتقاضي إذا أراد أن يقع في حكم تمهيدي صدر ولم يعجبه ولم يرضيه لا يجوز له أن يستأنفه على وجه الاستقلال عليه أن يفارق وأن ينتظر إلى أن تستمر حكمها الباب في الموضوع الفاصل في الموضوع ويستلم الحكم الفاصل في الموضوع ومعه الحكم او الاحكام الصادره للصدر وطبعا هذه الاحكام التمهيديه لها تاريخ طويل وفيها كلام كثير وليس معك التعرض لها وموقف تشريع مغربي تغير منها عده مرات هذه طبيعه امور تقتضي علاش المشرع جعلنا الموقف الحالي ديال المشرع المغربي واش هو الموقف اللي كان عنده زمان؟ هو موقف تغير علاش هو المشرع المغربي في اطار هذه القاعده الان ديال الفصل النووي؟ ان استئناف الاحكام التمهيديه لا يكون الا مع حكم الفاصل في الجوف علاش صار هذه القاعده؟ الغايه ديال هذه القاعده اللي وضعها المشرع في المفرد مصر ديال 1994 مصر الحاليه المنطقه الحاليه شنو هي؟ الغايه؟ هي تسريع أبدي الخصم باش ما تقطعش الأوصال ديال القضية والطول القضية في 1994 شنو كان الوضع؟ كان يصدر شي حكم تمهيدي شي قضية يجوز استئنافها وتخيلوا شنو غادي تخطب على الاستئناف ديال الحكم التمهيدي يعني غادي نستأنفوا الحكم التمهيدي ياك وينتقل الحكم التمهيدي وحده إلى محكمة الدرجة الثانية ويبقى الحكم قبل الموضوع ديال الدعوه معروض امام الدرجه الاولى اللي هي ابتدائيه وهذاك الحكم الاستئنافي غادي يقابل النقد امام محكمه النقد وغادي يمشي لمحكمه النقد وغادي يقرص تيجينا الحكم ديال محكمه النقد عاد يفتحوا عاود من جديد الملف ديال
لأن الميل في الأول. وإذا صدر فيه حكم تمييزي ثاني آخر ندخلوا عاود فلوس يسمو فلوس الدوبه هو إذا صدر ثالث تم العكسها كاين في الباطل ما تنخرجوا من هذا الميل الفوق. إذن هنا المسلم هذا المسلم وضع جاب هذه القاعدة قال بأن الأحكام التمييزية لا يجوز استخدام وقت وقت واحد مع الأحكام في الجمعة. ولكن هذا المقتضى واخا راه كيشوف راه أي حاجة فيها المحاسن فيها لا الكمال لله سبحانه وتعالى. شي حاجة شي حاجة كمال يديرها بنادم ما فيهاش أي حاجة إلا ويعتريها ويعتريها النقص. واخا ولو أن المشرع اقتضى جاب المقتضى ديال الفصل 140 وفيه عنده غاية وعنده هدف ولكن عنده مساوئ. شنو هي المساوئ ديالو؟ المساوئ ديالو أن بعض الأحكام التمهيدية قد يكون فيها مساس بالموضوع، قد يكون فيها مساس بالموضوع وتؤثر على حقوق الناس ويمنعون من التضمن من التعرض من استئنافها إلا على تصور حصولي كشف الوجوه. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية المشرع المغربي يتكلم غير الأحكام التمهيدية ديال المحاكم الدرجة الأولى ولم يتحدث نهائيا عن الأحكام التمهيدية الصادرة عن محاكم درجة ثانية. محاكم استئنافية في دورها قد تصدر حكماً تمهيدية قلنا حتى يحلى الحق على نفس السلطة ديالها حتى دير الخبرة وعلى دير سمع الشهود وعلى إلى يمكنها أن تصدر أحكاماً تمهيدية. وهذه أحكام تمهيدية تصدر محاكم درجة ثانية المشرع سكت عليها مش عليها نهائياً ما عندناش شي نص بالنسبة للطعن النقد بحال الفصل 140 ديال الاستئناف. فصل 140 يستيقظ يقول لك كل يجوز لا يجوز استئناف الاحكام استئناف الاحكام التمهيدية كيف يقول لك استئناف كيف على الاحكام الابتدائية الامر كيتعلق على الاحكام الابتدائية الصادرة من محكمة درجة ولكن ما عندناش نص كيتكلم على الاحكام التمهيدية الصادرة من درجة ثانية. وهذا غياب هذا النص قد يكون عنده واحد التأثير قد يكون عنده واحد الأثر على موقف محكمة النقد. محكمة النقد غادي تكف وداخل واحد الفترة زمنية طويلة ولا دايخة وما زالت دايخة ما عرفاش الموقف اللي تاخذ. تارة تقول واحد الرأي وتارة تقول رأي آخر. تارة تقول لك عندنا وعند هذاك الفصل 140 كيسوع عليه عندنا بعض الأحكام ولا تنكر شي عندنا بعض الأحيان ما ديال الحكومة تناقش ما تقول فيه كتقول قياسا على الفصل 140 من قانون المسلمين المدنية الذي لا يسمح باستلام الأحكام التمهيدية إلا يوضع على الفصل الجواب قياسا على هذا الفصل كذلك الأحكام التمهيدية الصادرة عن الحكومة لا يجوز الطعن فيها في النقد إلا مع الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف. فالقياس قاسها على هذا. وفي أحكام أخرى شنو كتقول؟ كتقول لا ما قيسوش الأمر مختلف. الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف كلها أحكام انتهائية. إذا معنى أحكام انتهائية أن الفصل 353 ديال المسترد يقول لنا الطعن بالنقد يمارس ضد الأحكام الانتهائية ولم يميز فيها المشرع بين حكم تمهيدية وغير تمهيدية. شفتوا اجتهادات كيفاش كتختار؟ كل واحد له حجته، كل واحد له رأيه وله حجته، هنا ما لا يقتضي، يقتضي الحسن، يدخل، يدخل، نطبقوا على هذه الأحكام الفصل 140 ولا ما نطبقوش عليها الفصل 140، نقول يقتضي اسمها الدولة. إذا لا يجوز نقول الأحكام التمهيدية، يعني فيها كلام كثير ولكن حتى السلام فيها على حياة المتصل هذا بالنسبة للأحكام القابلة. بالنسبة للأحكام الصادرة عن غرفة الاستئناف من المحكمة الابتدائية واش حتى هي كتقبل الطعن بالنقد؟ غرفة استئنافية بالمحكمة الابتدائية واش حتى هي كتقبل الطعن بالنقد؟ لا، إلا إذا كانت الحلول ديالها القانون العسكري فوق المبلغ حتى هي تعتبر أحكام انتهائية خصها تفوت على المبلغ ديالها ديال 20,000 درهم. المبلغ اللي حدد المشرع 20,000 درهم طعن بالنقد عندنا في 20,000 درهم. هذه تنفع من الأحكام التعديل اللي يسمى لها قبل كانت الأحكام الابتدائية كلها قابلة للطعن بين الأقل، الآن تكون المشرك كفر الطعن بين شرط تكون قيمة تتجاوز 20,000 درهم وهذا مقدر له مفهوم يقول راه علاش؟ إنه الطعن بالنقد الطعن بالنقد راه فيه رسم فيه رسم هذا خسارة فيه رسم قضائي ثالث يبقى له يطعن بالنقد يصبح حكم ثلاثة الرسم الثالث
كيف المحاكم الابتدائيه كيكون كيكون 50 يكون ليها 50 تداول وكما قلنا في الفرق مساله التداول ما يحسبوش وصل للمحاكم لا ما يصير وصل للمحاكم في المحامي لكن المحامي يحسب براسوره ما تنين مانيش تشميك ديال الاخر 10000 هو هذا عنده 5000 ديال الرسل و10000 ديال المحامي ويتشارع على 20000 يجب أن يقدم ممن كان يضرب الفخ يعبر على هذه الفكرة وحيقوها في البحر
طعم يوجهه من ذي صفة على ذي صفة. ذي صفة شنو؟ من كان طرفا. ذي صفة أخر هو أيضا من كان طرفا في ذلك. إذا ما في المرحلة الابتدائية والمرحلة الاستنابية هذاك القاسم بلا أصبح بلا سيدنا الرشد أنا غادي نقول له اعترف ينتهي دوره المفتي القانوني ونفس الشيء ينطبق على الشخص إذا كان طرفا هو طرف أصيلا في المرحلة الابتدائية وبعد المرحلة الابتدائية فقد أحجر عليه استهناء من المدن ويبدل أمواله واستدرى واحد الحكم ديال التسفير ديالو وحيد بالكم والدير إن ذا أصبح فاقدا هي إلا بغاو منا أن يوجه المجهد الضبط على الله يقولوا ولا الشركة تكون انحلت يقول الفقهاء وكذلك الشركة المنحلة كالإنسان الميت الشركة المنحلة من المنحلة ذاتي وقع الشركة المنحلة كالإنسان الميت لا أهلية لا ولا شخص لا أهلية قد نحلي متدخلون في الاستنباط من يجوز له التدخل في مرحلة الاستنباط المشرع المغربي خص المتدخلين في مرحلة الاستنباط خصهم فصل دائما على المستوى فصل يا روح قال لا يجوز تدخل في الاستئناف إلا لمن له حق ممارسة اعتراض الخارج عن الفصل. إذا قارنا هذا الفصل بالمرحلة الابتدائية يجوز شوفوا الفرق. بالمرحلة الابتدائية الفصل يجوز لأي شخص له مصلحة بالدعم والمعروض على المنطقة ليس دخلية الدفاعي المصلحة هذه في المرحلة الابتدائية يجوز لأي شخص من أبوابه مفتوحة ومشرعة للجميع انتقلنا للمرحلة الاستنافية انتقلنا من أسلوب الإباحة والجواز إلى أسلوب لا وإلا لا للمنع وإلا للاستثناء لا يجوز التدخل إلا لمن له حق على ممارسة التحرر الخارج عن الفصل وإذا تفهموا غير من هذه العبارة غير من عشر مع الأشخاص غير من هذه العبارة هو إلا مجال ما هي هذه عبارة واحدة لنكونوا عارفين شو هم من هم هؤلاء الأشخاص الذين يجوز لهم التعرض الخارج عن الفصل؟ هنا يحيلون المشرع ما قالناش في الفصل 140 شكون هم هؤلاء الأشخاص؟ قالنا لا يجوز إلا لمن لهم الحق في اعتراض الخارج عن الفصل، العبارة فرش كيلو، سيروا قلبوا، سيروا رجعوا للإطارة وبحثوا هذيك النصوص المنظمة لاعتراض الخارج عن الفصل، وبحثوا شكون هما هذوك الناس اللي عندهم الحق في ممارسة معرفة الاعتراض. إذا كان عندنا واحد الفصول أخرى هي الفصول 3 و 3 وما بعدها من القانون المستعار. منين نرجعوا لها؟ هي النصوص التي تكلمنا على اعتراض الخارج عن الفصول، من له اعتراض الخارج عن الفصول. باختصار شديد الآن، من هنا نختصوها ندور فيه بالتفاصيل، نتكلموا عليها بوقتها، ولكن الفكرة الأولية على هذه الأشخاص تقول هم الغير. أشخاص الذين يجوز لهم اعتراض الخارج عن الفصول هم الغير. معنى الغير أي من لم يكن طرفا في المرحلة الابتدائية ولا ممثلا في هذه المرحلة لم يكن طرفا ولا ممثلا ما كانش طرف ما كان لا مدعي ولا مدعى عليه ولا متدخل هذا هو الأطراف مدعي
أو ممتلا، شكون ممتلا؟ ممتلا بمن؟ ممتلا بسلبه، ماشي ممتلا، ماشي التمثيل ديال القاصر، لا ممتلا بسلبه، الأمر يتعلق هنا بمن؟ بالورثة، الأمر يتعلق هنا بالورثة، الورثة لا يعتبرون من الغير، لا يعتبرون لأنهم كانوا ممتلين، ما كانوش هما حاضرين فعلا، ما كانوش حاضرين بأجسادهم. وأمام المحكمة إن كانوا مبتلين بسلبهم بمورثهم إن كانوا مبتلين قلنا غير هو من لم يكن طرفا أو ممتلا لم يكن طرفا لم يكن حاضرا ولم يكن ممتلا بغيره وغيره هنا هو سلبه أي هو الميت هنا هو الغير باختصار إذا من أعطى المشرع الحق يدخل في مرحلة استئنافية أعطاه للغير الذي لم يكن طرفا في مرحلة وهذا تضييق بطبيعة الحال والتضييق غير من المشعور في كلام الدين بها تضييق ينسجم مع الرؤية اللي كتقول بأن إعادة التعلم الاستئناف وإدخال هذا الدرب والإصلاح ديال الأخطاء وليس إنهاء ديال الميزان وطبعا هذه العبارة القصيرة ديال المشرع هو علاش نكون مشرعين في الوسط راه ما هو بحال المصري ما هو بحال الفرنسي لأن المشكلة هنا شوف فلن يدخل ولكن ما عطاناش توضيحات هذا غير اللي غادي يتكلم في السينما ما قالناش شنو طبيعة التدخل ديالو واش تدخل ضمامي ولا تدخل هجومي نعرفوا بين التدخل رفيقي ولا ماشي نوع واحد ديال التدخل وما يترتب على هذا لا يترتب على الآخر الأثر القانونية ديال التدخل الضمامي الأثر ديال التدخل تدخل التدخل الهجومي وهل المتدخل الذي يدخل أول مرة؟ واش هو ممنوع من تقديم الطلبات الجديدة ولا لا؟ هذا سؤال بزاف هذاك الذي يدخل لأول مرة واش يسمع عليه الفصل 143 ولا هذاك الفصل 143 يسمع على الأقراء الأصليين ديال المرحلة الجديدة؟ هذا سؤال كيف ما جاوبنا؟ جاوبنا بنعم ولا جاوبنا بلا؟ الأمر في نقاش كبير جدا، المشاكل لا يجوز تقديم طلبات جديدة. إذا قلنا هذا المتدخل لا يجوز له تقديم طلب جديدة، شنو باش غادي يجاوب؟ وعلاش معايا الثاني الآخر؟ وعلاش يجاوب غادي يقول؟ علاش خليتوني ندخل؟ يقول يدخل وما عندوش تقديم طلبات؟ إيه يعني علاش؟ علاش ما عندوش نخليني؟ خليوني نتحدى كما كمان غادي تعطونني باليمين وتسحبوني باليسار ولا قلنا هذا الشخص انت ماشي حاله وانت عندك الحق تقدم طلبات جديده باش غادي يجاوبونا الخصوصه والاصليه كيفاش ندخل عندنا اليوم ندخل ويجيب لنا الطلبات الجديده وحنا يتمنعوا لنا ما نجيبش الطلبات الجديده قال لك لو مالي الدار الاصليين نقاش وليس هذه اشكالات عميقه قويه جدا يعني ولذلك انا المشروع ديال المسطره كتب الان تفتح لهم هذا مشروع بائس مشروع رديء مشروع ضعيف ما فيش الاجابه على الاسئله الكبرى هذه الاسئله الكبرى ديال المسطره لم يجب عليها وضعها المشروع شوف هذه ما تقول لي نحيدوا الغرفه ونزيدوا الغرفه ونديروا ثلاثه
إذا لم يضع المشرع الصن خاص، إذا لم يضع المشرع الصن خاص، راه متعددة ومتفرقة، كاين في المسطرة كاين في الحجارة وكاين في القصرة، بحال القصرة كاين القوانين، القوانين المتعددة في المسطرة، ولكن كل حوالي المجتمع ما يتعداش ذات فيها، كيتعداش فيها غير 10 أيام يا 15 يا كان سيدنا بعد سيدنا خاص استعجال بمعنى استعجالية في قلنا 15 سنة يمشي نقول هو في شهر تلقاو 20 سنة في الأسرة تلقاو 15 سنة بعد 24 سنة كل الأحوال يعني عناية أجل عام 30 يوم يا ولد أجل أجل خاصة لما بين 10 و 15 يوم هذا الأجل سريع عليه القواعد العامة نتكلم عليها يا ولد شنو هي القواعد العامة نذكروا بها أجل كامل. الأجل كامل. والأجل يتوقف عند الموت. بالنسبة للأجل. لأن مشي وانتقلوا الأحكام والقواعد التي مقطعة بالنص. القاعدة الأساسية التي تكون نظام القطع الاستئناف كما قلنا أن القطع الاستئناف هو قانون عادي، يعني القواعد التي قلناها بالنسبة للتعارض تصريح عليها. القطع الاستئناف قانون عادي، إذا الأثر هو شنو؟ واقف وابتدائي. هو أثر واقف ابتدائي، حكم ابتدائي ما دام قابل للاستئناف يتعذر سكته، ما لم يكن كملوا مشمولا بنفاذ المعشر، ما لم يكن مشمولا بنفاذ المعشر، إذا الحكم الابتدائي قابليته للاستئناف هي المانع من تنفيذه، قابلية للاستئناف هي المانع من استئناف ذلك ذلك. الأثر الثاني قوله هو الأثر الناشئ، وكاين بعض الفقهاء يسميه الأثر الناقل، الأثر الناقل سواء قلنا الأثر الناقل ولا قلنا الأثر الناشئ نسمع الأثر الناقل أو الأثر الناشئ للاستئناف. معنى الأثر الناقل هو أنه النزاع وأن الاستئناف ينقل النزاع من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية، وأن محكمة الدرجة الثانية لها نفس الصلاحيات التي كانت تتوفر عليها محكمة الدرجة الأولى. هذا معنى الأثر الناشئ أو الأثر الناقل. باختصار شديد كنقول لكم أنا في السطر راه في الكتب، راه في عدة كتب العنوان ديالها الأثر الناقل للاستئناف، في مجموعة كنت ذلك في مصر وفرنسا والأثر الناقل باختصار شديد هو أنه نقل النزاع من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية بنفس العناصر اللي كانت عند النزاع الابتدائي، يعني ينتقل بنفس عناصرين، شنو هي العناصر؟ الغاز والماء، إذا لا يجوز تغيير أي عنصر من هذه العناصر، هذا الأثر المترتب على وأن محكمة الاستئناف باعتبارها هي محكمة الدرجة الثانية، يعني عندها نفس السلطات ونفس الصلاحيات، لها تعاود تعيد وتحقق إذا بغات. وفي هذا التحقيق في إطار هذا التحقيق تعاود استدعاء الخصوم، تعاود استدعاء الشروط، تعاود دير المعاينات اللي بغات، تعاود دير الخبرات اللي بغات، هذا حقها، هذه سلطتها في التحقيق ديال تمارسها كما كانت تمارسها محكمة الدرجة، وهذا هو المطلوب من ديال التقاضي على درجتين، بس هذه المرحلة الأولى ابتدائية وهذه المرحلة الثانية، المقصود بالأثر طبعا أثرنا كما قلت لكم بالكثير في التفاصيل وفي جزئيات ماشي نخدموا فيها. نمشيو
في الأثر الناقد تقدر تتبع ليه القاعدة اللي وضعها المشرع في الفصل 143 يعني القاعدة اللي يستغرق في الدليل شو هو الفصل 143 والبولي وهو من أعمق ما وأعمق فصول المستعر المدني وأكثر يعقب الرجل في السبب إلى القاعدة الشروح التي أعطيها في هذا الفصل 143 والتفاصيل التي أعطيت فيه في مدرك في شروح كثيرة نعطيهم ما الظاهر منها والمناسب شنو يقول هذا الفصل 143 يقول هو الذي يبنى به القاعدة العامة يقول لا يجوز التقديم أي طلب جديد مثل مرحلة الاستماع لا يجوز أي طلب جديد في المرحلة الاستماعية الطلب شو الطلب احنا عرفناه في المرحلة الأولى لكن الطلب كل ادعاء ادعاء يقدم وينفي شنو الكلمة اللي عندنا هنا جديدة هي طلب جديد هي الكلمة اللي عندنا فيها ياسين حمراء كلمة الفرق لا توجد بعد ولكن الطلب الجديد لا يتبنى تزاول من طلب شو الطلب الجديد ما هو الطلب الجديد اقتصروا فيه على التعريف البسيط نقول الطلب الجديد يعتبر الطلب جديدا كل طلب من شأنه تغيير الطلب الاصلي يعتبر طلبا جديدا كل طلب من شأنه ان يلحق تغييرا بالطلب الاصلي وطبعا هنا من يتكلموا عن الطلب الاصلي في هذا المقام نحن نقصد ماذا في المرحلة الابتدائية لما يقولنا من الاجتماع مع الاجتماع قلنا ما كاينش غير طلب واحد قلنا كاين بزاف ديال الطلبات إذا كل هذه الطلبات هنا في مقام الاجتماعي تسمى طلبا أصليا ولا داك الشيء اللي كان معروض على المحكمة الابتدائية لا الطلبات اللي كانت معروضة الطلب الأصلي والطلب الإداري والطلب العارضي والطلب الأولى والمطلقة هذيك الكماجة في المرحلة الابتدائية تسمى طلبا قديما تسمى طلبا قديما إذا جاء أمام المرحلة الاستنافية طلب مغاير لها يسمى طلبا جديدا باعتبار امتحان بسيط واحد الشخص في المرحلة الابتدائية كان يطالب بتنفيذ عقد مثلا تنفيذ عقد يقول هذا العقد أنا تعاقدت مع السيد وأعطيته الفلوس ما كملش معايا العقد يقول له إتمام في المرحلة الاستنافية شنو غادي يقدم الطالب؟ يقول إبطال أطالبه بإبطال يقول له هذا طلب مخالف علاش جديد؟ لأنه مخالف لما كان مطروحا أمام المحكمة الابتدائية، المحكمة الابتدائية كنت أطالبه بإتمام العقد وتقول له سيدي يكمل معايا العقد اللي دار معايا أنا أعطيته أعطيته الفلوس ديالو أعطيته المصاريف ديالو أعطيته الأجرة أعطيته الثمن ولكن هو ما ينجزش لم ينجز التزامه اذا مطالبه بانجاز التزامه كما مطالبه بتنفيذ العقد هنا يطرح الغياب في الطلبات وصرح طالبه بابطال هذا العقد كنت تدليس ولا كنت ضحيه تدليس ولا كنت ضحيه غلط ولا ضحيه تكراه او ما الى ذلك هذا تغيير لا يقبل في المرحله الاستنافيه كيف يبرر الفقه منع تقديم الطلبات الجديده؟ يبررها بقاعده التقاضي على الطلبات يقول إذا سمعنا بتقديم طلب جديد في المرحلة الاستنافية معنى ذلك أننا كنلغيو الدرجة معنى ذلك أننا كنلغيو نسمح بتقديم طلب لأول مرة فما المحكمين سوف يناقشوا مرة واحدة أمام محكمة الدرجة الثانية ولم يتم مناقشته أمام المحكمة هذه القاعدة الأدلة يعني بأبسط التفسيرات وليس التفسيرات لكن المشجع ما توقفش عند هذا الحد ما توقفش عند هذا الحد وغشنا القاعدة وسكت جبنا أول واحد اللائحة ديال الاستثناءات فيها ما هو استثناءات بسيطة وسهلة ويسيرة وتقدروا تفهموها وفيها ما هي بس ما هي متوسطة استعقيل وفيها معقد وفيها كثير بعد أنا نمشي نقول السعادة في نقول نبداو بالاستثناءات البسيطة الاستثناءات البسيطة استثناء المشجع ما معنى استثناءها؟ يعني الطلبات اللي هي تعتبر جديدة ولكن المشرع أجازها بالاستثناء هذا معنى استثناء
هي ضربت في صورتها وعندما تحصل وانظر إلى وعندما ضرب فيها وراح نجدوا إنها ضربات جديدة، ولكن المشجع سمح أو أجاز تقديمها لأول مرة في المرحلة الاستئنافية. طلب النموذج الأول قال لنا مقص، قال لنا طلبت مقص، طلبت مقص. إذا شوف شوف مقصرات في المعيار نوع من الطلبات المقابلة، نوع من الطلبات المقابلة. قلنا هو الطالب الذي يقدمه المدعى عليه، المدعى عليه ليطلب الحكم له بدين بذمة اسمه، يقول هو مطالب بدين بوجه دعوى النظام، يقول أنا مطالب بدين بذلك عن شخص. هذا الشخص لم يقدم مثل هذا الطلب المقصر في المرحلة الابتدائية، إذا أجاز له المشرع استثناء أن يقدمه في المرحلة هذا استثناء، وهو استثناء مجاز من قبل المشرع، يقول استثناء وطلبته المقصر. الاستثناء الثاني فوائد، قال المشرع فوائده الثمار، الفوائد هذا نوع من الثمار، ثمار جنس والفوائد نوع من الجنس، الثمار في فوائد وفي غيرها من الثمار. المشرع فوائد، قلنا الفوائد الثمار، معنى الثمار أي كل ما ينتج عن الدين الأصلي، كل ما ينتج عن الدين الأصلي. وحنا تكلمنا عن الفوائد الثمار التي تكلمنا عليها من عندما كنا نتحدث عن في موضوع تعليق طلبات التسليم، كنا تعليق طلبات التسليم، كنا تعليق جزء تعليق طلبات التسليم المرحلة الابتدائية، تعليق مثل طلبات الثمار والفوائد وغيرها، تعتبر الطلبات إضافية ملحقة من طلب التسليم. هل طلبات الفوائد والثمار أجاز المشرع تقديم ذلك في المرحلة الاستئنافية؟ وثالثا أضاف المشرع الكراء، وهذا شيء طبيعي، الكراء دائما دائم مجاز له علاج طبيعة العقد، طبيعة مستمرة العقد، مستمرة السماح فيه، مستمرة الالتزامات فيه مستمرة، التزام بالانتفاع والتزام مقابل الأداء، دائما لابد أن يكون تحل الأجور ديال الكراء ما يمكنه. هذه باختصار استثناءات نقول عليها استثناءات ميسرة، استثناءات بسيطة، استثناءات ظاهرة التي أجازها المشرع. استثناءات الأخرى اللي يفهم بها المشرع هي قلنا فيها المشرع يجوز تغيير السبب في الاستثناء مع بقاء موضوع الدعوة على حال شوية بدينا ندخل شوية الفساد ديال المستثمر. يجوز تغيير سبب طلب مع بقاء الموضوع على حاله، مع بقاء المستمر. حنا هنا إذا حنا باش نفهموا هذا النص خصنا نسترجعوا العناصر ديال الطلب، العناصر ديال الطلب أشخاص محزم الموضوع السبب. إذا المشرع يسمح لنا نغيروا السبب شرط الموضوع على حاله، غيروا السبب يعني غيروا سبب الادعاء لا سبب الدعوة، ولكن شرط يبقى الموضوع، الموضوع هو شرط هو ما يطلب. نعطي مثال، مثلا في المطلق مثلا واحد يطالب بإبطال عهد، يطالب بإبطال في المرحلة الابتدائية بناء على الغلط ولا التدليس، وينتقل للمرحلة الاستئنافية يغير السبب، يسكت على الإكراه والتدليس ويقول كاين الإكراه، غير السبب، غير عنده غلط، غير عنده التدليس، غير السبب، انتقل إلى سبب آخر هو الإكراه، ولكن الموضوع بقي على حاله. شنو هو الموضوع؟ إبطال العقد، ما انتقلش من الإبطال الإلتفات بحال في الحالة الأولى ولا من التفريط في الإبطال، يبقى الموضوع على حاله وهو مطالبته بإبطال العقد، إنما غير في سببه. مثال آخر بالإفراط،
ما قريتو ولا قريتو تحت الكلاب ياك الاسباب ديال الافراط كثيره كاينش سبب واحد ديال الافراط زعما شنو الاسباب ديالها في كل حال
تقول لك الحق للمستأنف عليه. شكون هو المستأنف عليه؟ العقبية تحطو في استئناف في وجود الأطراف. المستأنف عليه. إذا المستأنف شكون هو؟ صاحبه استئناف أصلا. والمستأنف هذا استئناف أصلا هو اللي عطاه السمية ديال أصبح يسمى مستأنفا. وهذا الاستئناف بالضرر يوجه التصريح، هذا الخصم ديالو هو المستأنف. هذا المستأنف عليه هو اللي عطاه المشتري الحق في توجيه استئناف عليه. يحق للمستأنف عليه توجيه استئناف فرعي في كل الأحوال. كجواب على الاستئناف. كجواب على الاستئناف الأصلي للتسليم. يحق للمستأنف عليه توجيه استئناف استئناف فرعي كجواب على استئناف التسليم. نقول أول مش هو الاستئناف الفرعي. نقول الاستئناف الفرعي هو الاستئناف الذي يقدمه. نعم. والاستئناف الذي يقدمه المستأنف عليه جوابا. هذا إذا الخاصية ديالو شنو هي؟ هي أنه يقدمه من المستأنف. هذا الاستئناف الفرعي شنو الشيء ما قالناش شروط أخرى، ما قالناش تفاصيل أخرى، ما قالناش توضيحات أخرى. النص شو ماشي في كلمات ثلاثية حتى لو كانت كلمة الفرعي في جميع الأحوال. هذا الاستئناف الفرعي غادي يطرح لنا كي الأسئلة غادي نطرحوا عند جوج فقط غير جوج اللي ممكن تبع هذه في جميع الأحوال. هذه العبارة في جميع الأحوال فسروها فسرت على أنها تعني تقاضي عن الأجل. أنه الاستئناف الفرعي يجوز تقديمه خارج أجل الاستئناف، ما يتقيدش بالأجل ديال 30 يوم، المستأنف الأصلي هو الذي يتقيد بأجل 30 يوم، أما المستأنف الأصلي، المستأنف الفرعي فلا يتقيد، حتى ولو تبلغ فات 30 يوم يحق له تقديم استئناف فرعي ما دام خصمه قد قدم استئنافا أصلياً. المشاهد أمر يجوز للمستأنف في كل الأحوال، هذه في كل الأحوال في السيرة بهذا. السؤال الثاني وهو شنو هو مضمون الاستئناف الفرعي؟ مضمون الاستئناف الفرعي شنو المضمون ديالو؟ هنا وقع في الهدف جواب سافر محكمة النقد المغربية خلط عنها قرارات متعددة ومختلفة ومتعددة. اضطرت معه محكمة النقد مش عارفة درجة الحداد في وسط محكمة النقد المغربية اضطرت إلى طلب فتوى قانونية. شو محكمة النقد ديالنا بجلالة قدرها اضطرت إلى فتوى قانونية من محكمة النقد الفرنسية. طلبت واحد في استشارة محكمة النقد قالت له شنو هو شنو ممكن يكون المضمون ديال استشارة شنو المضمون ديالك؟ لأن كان الخلاف واش المضمون ديالو سيدنا وكاع اللي جا علينا والجوستية وكاع هذه القرارات التي وقع إغفالها كثير من اجتهادات متنوعة ومختلفة. حتى جات الفتوى ديال محكمة النقد الفرنسية وقالت محكمة النقد الفرنسية لا قيمة ولا أهمية لمضمون الاستئناف الفرنسي. المهم هو أنه يقدم من قبل المستأنف عليه جواب عن فتقول لي شنو الفائدة ديال الاستئناف؟ باش نعرفوا الاستئناف الفرعي، سنعرفوا شنو الفائدة ديالو. الفائدة ديالو فين كتكون؟ في الاستئناف قلنا كاين المستأنف ياك. المستأنف شنو هو المستأنف؟ المستأنف هو واحد متضرر من حكم ابتداء. متضرر من الحكم، إذا يطلب من محكمة الاستئناف أن تعدل الحكم الابتدائي لصالحه، من تعدله؟ يعني تعطيه ما لم تعطيه له محكمة الدرجة وتزيده شي حاجة، تزيده شي حاجة. المستأنف عليه يكون أمام وضعيتين، شنو الوضعية الأولى؟ الجواب، أنتم معنا الجواب، معنا الجواب كنفهموه معنا الدفاع، معنا الدفاع، يعني يقدم وكيلة جوابية يجاوب على دفاع على استئناف الخصم، يقول لا ما عندوش الحق لا إلى آخره، كما الابتدائية كانت صعبة، هذا كنسموه جواب. ما كنسموش استئناف جواب، لا استئناف فرعي. استئناف فرعي أمر آخر. ما فيش معنى الجواب بالمعنى القانوني.
الجواب معنى القانوني هو المطالبة بشيء. ترجع. إذن باش يتسمى استئنافا فرعيا شخصه. طالب. السلطان زين. أداء رسمه. أداء رسمه. نفس تسري عليه نفس المقتضيات المتعلقة بالتقدير. كل عندي الرسم القضائي. وهذا الرسم كتعرفوا حسب القيمة ديال الدعوة. أنت صحت الملايين. من هذا هو الذي يسمى استئنافا فرعيا. استئنافا فرعيا. إذن أهمية ديال الاستئناف الفرعي هي أنه يتجاوز مرحلة الجواب إلى المطالبة بشيء، بحال بحال الطلب المقابل في المرحلة الابتدائية. بحال بحال الطلب المقابل في المرحلة الابتدائية. ولماذا يستخدم الاستئناف من الاستئناف الفرعي؟ لأنه نظام الفرعي بالاستئناف والطرق بصفة عامة كتحكم واحد القاعدة ما قلتهالكمش. كتستعمل زعما قلتهالكمش. لأن القاعدة في نظام الطعون ما تسمعوها في القاعدة. هي قاعدة لا يضار أحد بالقاعدة. القاعدة ما كاينش في النصوص. مش دي حد يفهم محمود بها ومسلم بها. يعني تعتبر من القواعد العقلية والدقية التي لا يضار ولا يتضرر. لا يضار أحد بالتعليم. ماذا لا يضار؟ يعني الشخص عندما يقدم طعنا إلى محكمة الاستئناف يطعن بالمستعنف عندما يستعنف حكمه. لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تنقص له ما حصل عليه في المرحلة الابتدائية. فهمتم؟ شخص صدر لصالحه الحكم ابتدائي، مثلا حكمت له المحكمة الابتدائية ب 20 ألف درهم، مثلا قيمته. وهو استعنف هذا الحكم. تجي محكمة الاستئناف تنقصوا 20 تظهروا 20. لا. سيما لم يستعرف ينقص له استعنف لتزيده او تحافظ له على ما عندك والا ما كان استعنف لا يضار احد لا يضار لانه يكون الانسان عاقل لا يجلب نفسه الضرر. انا لو كنا نعرف ان محكمه الاستئناف عندها هذه الامكانيه انها تنقص لي مسيما ما عطتني محكمة الابتدائية، أنا نستعني. وكذا مش نعطي الحمدية نستعني به ونقنع ونرضى به ونقنع. ولكن لماذا أستعني؟ طمعاً في كرم محكمة الاستئناف. أنها تعطيني أكثر مما أو على الأقل تحافظ لي على ما حصلت عليه ابتدائياً. لذلك يقال أنه جاءت القاعدة أنها لا يضار أحداً. لكن هذه القاعدة، تطبق على كاملها عندما يكون هناك مستأنف أصمين ولا يوجد استئناف فرعي. إن عندما يقدم استئناف فرعي شو تكون الخاصية ديالو؟ هذا ما هي القاعدة. القاعدة لا يضار أحد بالاستئناف تطبق كاملة عندما يقدم شخص استئناف يطلب المزيد والمستأنف عليه بماذا يكتفي؟ مادام هذا يطلب نرجعوا الاصل المحكمه تزيد لها هذا وتقصر هذا وتعطي هذا ونوليو الواقع الموقع المسلم. اذا شنو هي فائده الاستئناف الفرعي؟ فائده الاستئناف الفرعي هي مساهمه تمكين المستهلك عليه من ان يطلب ما يشاء وان يعطل قاعده عدم الاضرار بالنسبه للمستهلكين وفوائده الاستئناف الفرعي. كذلك أنا عارف.